طيب هنا هي دي ملهاش علاقة قوي بالوش، لكن دي مشكلة بنلاقيها في ناس كتيرة بتيجي بتبقى عندها اللغد ده. هي ما دي مش ترهل، ده مش سن كبير، ده دهون موجودة هنا نتيجة سبب هي مراسي عندها دهون في الحتة دي. فاحنا بنعمل حاجتين في الحتتين دول، يا اما بندي حاجة اسمها الحقن اللي بتذوب الدهون اللي هي بتتحط وبتخلي الجلد يشد بعدها زي ما عملنا في العيانة دي، تمام. او في ناس يقول لي انا عايز نتيجه زي بالظبط دي نفس القصه. دي برضو في دي اللي هي الحقن اللي بتذوب الدهون، لان انا انا واحد من الناس اللي عملت العمليه دي لنفسي، كان عندي زمان لغط واتحقن وراح وبقت زي الفل. اوكي. بس دي واضح ان هي سنها كبير شويه، حتى دي الصوره بتاعت لما كنت بتحقن، كنت في المانيا كان وقتها لسه الحقن دي طالعه جديده سنه 2007. انت جربتها على نفسك؟ جربتها يعني جربتها في نفسي، الدكتور هانز ده اللي هو اخترعها في المانيا هو اللي حقني، وقعدت بعدها فتره اهي بالصوره اللي على اليمين وانا فيه في بغض الشمال بعد ما راح. بس دي ما بترجعش تاني يا دكتور صح؟ الحقيقه من سنه 2007 لغايه النهارده.